السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة، مع انه ما اليوم ما يوم جمعة، انا راجع من يعني من مهمة او عمل، لكن انا عارف انه هذا الفيديو راح ينزل ان شاء الله يوم الجمعة، ويمكن راح يكون جزء واحد ويمكن راح يكون اجزاء. بالمختصر المفيد يعني اللي خلاني اني انا اتكلم عن هذا الموضوع، موقف او الموضوع اللي بتكلم عنه الحين، موقف صار لي قبل شوي وأنا راجع البيت. بكل اختصار، وأنا راجع حصلت أحد المتسولين، طبعا مش من جنسية من خارج البلد، من خارج عمان، وبين بلده وبين عمان آلاف الكيلومترات، إن لم نقل عشرات الآلاف من الكيلومترات، جاي في شهر رمضان. طبعا من وقت الصلاة الحين بعد شوية بيكون، جلس أسأل نفسي أنه هذا الشخص اللي جاء من هنا لحد يعني، أو من بلده لحد هنا، وما يكثروا إلا في رمضان، وما يكثروا إلا يعني أوقات الصلاة، تخيل لدرجة أنهم يعني ما يدخلوا المسجد يصلوا، بس ينتظروك عند باب المسجد بكرة الجمعة، تعال شوفهم عند صلاة الجمعة، يعني ما يدخل يصلي يعني، ويتحمل الجوع والعطش وال على أساس إنه يأخذ يعني حسنة من عندك، وأحيانا ما يأخذ. السؤال المهم يعني، واحد جاء كل هذا الكيلومترات، الآلاف الكيلومترات، كيف قدر يوصل إذا كان مثل ما هو يقول إنه معدم؟ طبعا دخول كل بلد معين له اشتراطات، له اشياء معينه، له يعني قوانين معينه، يعني عندك فلوس انك تجي من بلادك لحد هنا، بس ما عندك ما تسد به ربقك، غريبه يعني. هذا يعني قد يعزز نظريه يقولها البعض انه هذه العصابات، وانا احس انهم هذه العصابات يعني، خصوصا يعني اللي موجود في اليوتيوب، وهذا الفيديو بينزل في اليوتيوب، تدخل عند اي حساب بتحصل واحد او مجموعة اشخاص من بلدان معينة، ما اريد نقول البلدان هذه، من بلدان معينة، ويتسولوا، ونفس الكلام ونفس الطريقة ونفس يا عمي غير، بدل يعني، غير بعض الكلمات، غير ارقام، على الاقل غير ارقام التلفونات. لو سابقا يعني اكتشفت حاجة معينة بعد، انه لما تصير مشاكل في العراق، الله يحفظ العراق، يجيك يقول لك احنا من العراق، ولا لما تصير في سوريا يقولوا لك احنا من سوريا، لما تصير في الله يحفظ سوريا ايضا، لما تصير في فلسطين، والحين تصير بعض الاحداث اللي مؤسفة ايضا في فلسطين، يقولوا لك احنا من فلسطين، هم نفس الاشخاص ما يتغيروا يعني. بالمختصر المفيد، قبل لا تعطي حسنتك لأي واحد يعني فكر، ما معقول أن هذا جاي من ذيك المسافة كلها بلاش يعني، أكيد في حد دفع له تذكرة يعني، تذكرة طيارة مثلا، رسوم التأشيرة، العديد من الأشياء، أكيد شال أغراض، هذه الأغراض ما يحتاج لها شحن، ما يحتاج لها. فسلم الله الجميع، وتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.